Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc, rebonjour, parce que nous allons commencer la deuxième partie qui m'a rappelé comme ce soir. Donc, nous allons vous donner, Inch'Allah, la méiose et la mitose. Chouffou, khaouti, balek redou, Inch'Allah, achia, nous allons une petite vidéo à propos de la réplication d'ADN, tada'ouf l'ADN, qui est une partie du corps de l'ouvel. OK دونك انا دوكا راح نسبق بهذوما لي اكثر اهميه ابري هذاك تضاعف الاداء ندير عليه اون بوتيت فيديو ونبارطاجيها يا سور يوتيوب يا سور انستغرام مالغري فور بوسيبل نبارطاجيها سور يوتيوب اوكي دونك تبعوا معايا راح نبداو لا ميوز اي لا ميتوز بسم الله الو خاوتي الميوز والميتوز يعني لا ميوز اي لا ميتوز جو بريفير ندير لكم عليهم ان تابلو ريكابيتولاتيف واش فيهم واش ما فيهمش اوكي ومن بعد نتعمقوا بيان سور في الشيما تاعهم دونك لا ميوز اي لا ميتوز اول حاجه هما انقسامات هما عباره عن انقسامات الخليه قبل ما تموت ولا كي تحب تتكاثر تنقسم الى خليتين بنتين او الى اربع خلايا بنات هذا الشيء سي تو سامبلومون بغرض انها تتكاثر وانها تخلي خليفتها قبل ما تموت تفهمنا يعني مور ما تعيش حياتها يجي نهار وتموت تخلي خليفتها موراها يعني ولادها تري بيان دونك لا ميوز اي لا ميتوز اول حاجه نبداو نكومباريو بيناتهم لا ميوز خاوتي تصرى لي سيلول سمعوني مليح تصرى لي سيلول جيرمينال دونك نفهمكم باغ كونتر لا ميتوز تصرى لي سيلول سوماتيك صح اول حاجه في الكور تاعنا عندنا خلايا جسميه وخلايا جنسيه تفهمنا الخلايا الجنسيه اللي هما الامشاج يديروا لا ميوز بينما الخلايا الجسميه يعني الخلايا تاع الكور تاعنا نورمال يديروا لا ميتوز هذه حاجه الحاجه الدوزيام لا ميوز سي دو ديفيزيون انقسامين بينما لا ميتوز سي اون سول ديفيزيون الو خاوتي شوفوا معايا لا ميتوز تكون عندي خليه نبدا بلا ميتوز اللي قلنا تصرى الخلايا الجسميه لا ميتوز تكون عندي خليه وحده تنقسم الى خليتين بنتين مع الاحتفاظ بالعدد الصبغي واش معناها معناها الى الام كانت تنين نون هذه راح تولي تنين نون وهذه راح تولي تنين نون كيما يماهم اوكي الاحتفاظ بالعدد الصبغي بينما شوفوا انقسام واحد برك بينما لا ميوز سي تكون عندي خليه ام ياك بون جينيرالمون تكون تنين نون كيف كيف وهذه تنقسم انقسامين خاوتي انقسامين متتاليين هاوليك الانقسام الاول تعطيني خليتين بنتين الخليتين البنتين بروحهم راح يزيدوا ينقسموا الى كل وحده فيهم تنقسم الى خليتين بنتين والنتيجه سي اربع خلايا بنات تولي هذه نون هذه نون هذه نون وهذه نون اوكي دونك عندكم هذه سي اون سول ديفيزيون هذه سي دو ديفيزيون بصح الانقسامين عندهم اسم الانقسام الاول والانقسام الثاني الانقسام الاول نسميوها لا ديفيزيون ريدوكسيونيل بينما الانقسام الثاني سي ايكواسيونيل ريدوكسيونيل معناها خوتي اختزالي انقسام اختزالي ايكواسيونيل هو انقسام متساوي دونك خليه تنقسم الى خليتين بنتين هذه سي لا ديفيزيون ريدوكسيونيل لا ديفيزيون دوزيام سي لا ديفيزيون ايكواسيونيل الخليتين البنتين يزيدوا يتقسموا نتحصلوا في النهايه على اربع خلايا بنات هذه بالنسبه لا ميوز تري بيان بون سي تري امبورطون دو سافوار كو هادوما لا ميتوز البنات يكون عندهم نفس العدد الصبغي كيما الام بينما لا ميوز لا لا ماشي كيف كيف يختزل العدد الصبغي يختزل فوالا نزيدو نهضروا شويه لا ميوز خاوتي ال بيرميت لا فورماسيون دي غاميت بون بيرميت ما نكتبش كلش لا فورماسيون دي غاميت معناها خاوتي بفضل لا ميوز نتحصل على الامشاج نتحصل على لي سبيرماتوزويد اللي هما النطاف ونتحصل على البويضات بفضل الانقسام بلا ميوز باسكو هما ينقسموا بلا ميوز اوكي خاوتي بينما لا ميتوز نقولوا الا سور بون اسور فوالا لا كرواسونس et la régénération des tissus.
سما خاوتي عبالكم وش معنى هاد تيسيو؟ تيسيو سيت ان انسومبل دو سيلول صافي دير بفضل لا ميتوز الانقسامات تاع الخلايا الجسميه دائما الخلايا راح يكبروا باسكو شوفوا مثلا يكونوا عندنا صف واحد تاع الخلايا ياك صف واحد هادو ما كيتقسموا راح يدوبلاو تسمى كاين اون كرواسونس وبالتالي تاني التجدد خاوتي كل ما وحده تتبيريما تخلفها وحده جديده دونك هادي مختصر مفيد على لا ميوز اي لا ميتوز نكملوا الو خاوتي نهضروا دوكا شويه على لو سيكل سيلولير لو سيكل سيلولير سي الفتره الحياتيه تاع الخليه واش معناها الفتره الحياتيه تاع الخليه الحياتيه عفوا تاع الخليه سافو دير الخليه خاوتي عندها مراحل في حياتها تعيشهم اللي هما عندنا لانتيرفاز وعندنا لا ميتوز بون انا نهضر على الخلايا الجسميه اوكي دونك هنا الخلايا الجسميه خاوتي يعيشوا فتره لانتيرفاز ويعيشوا فتره لا ميتوز تسمى لانتيرفاز سي لا جونيس تاعهم كي يكونوا صغار لا ميتوز سي كي ينقسموا لانتيرفاز خاوتي نقسموه الى مراحل هو بروبو راح نقسموه الى مراحل عندهم لا فاز جي 1 عندهم لا فاز اس وعندهم لا فاز جي 2 ولا ميتوز نسميها لا فاز ام بلا ما ندخلوا في لي ديتاي بزاف لانتيرفاز قلت لكم لا جونيس وتتقسم الى جي 1 اس و جي 2 لا ميتوز نرمز لها بام صح دوكا انا قلت لكم باللي الخليه تنقسم كي دير لا ميتوز معناتها تنقسم الى خليتين بنتين تسمى تعيش لا جونيس تاعها ابري يجي نهار او تنقسم الى خليتين بنتين صح بصح في لانتيرفاس تاعها خاوتي عندها الخليه هذه اللي تري انتيليجونت علاش باسكو سبحان الله في مرحله معينه من حياتها وكي تكون على بالها بلي لا فان تاعها راح تنقسم اي با واش دير في المرحله اس ضاعف الادين تاعها دير لا ريبليكاسيون دادين يعني الادين تاعها يفا اتر دوبلي يعني الا كان عندها كميه معينه راح تدوبلا لا كونتيتي علاش باش كي تنقسم الى خليتين بنتين النص تديه الخليه الاولى والنص تديه الخليه الثانيه هنا سي تري امبورطون كو كاع الخلايا قبل ما ينقسموا يضاعفوا الادين تاعهم نعاودوا خاوتي نولوا دوكا نبداو بلا ميتوز انقسام الى خليتين بنتين يبان ساهل بصح هو عنده برك مراحل تشفاو عليهم عندكم المرحله الاولى واسمها بروفاز عندكم موراها ميتافاز عندكم موراها انافاز وموراها كاين تيلو فاز خاوتي شوفوا كلمه بي مات بروفاز ميتافاز انافاز تيلوفاز هادو نفسهم بالعربيه المرحله البدائيه تشكل اللوحه الاستوائيه هجره كل كروموزوم الى قطب معين انفصال الخليتين دونك حنا هادوما هما نفس المراحل انا راح نعطي لكم شفويا وانتم عليكم شويه خدمه اوكي خاوتي يعني تكتبوا ميم طون كو راكو تشوفوا في لا فيديو الوغ وجدت هاد لو بوتي ريزومي ان شاء الله يساعدكم عبالي ما يشتبان الكتابه مي راح نقرا اوكي دونك هادي سي لا ميتوز لا ميتوز خاوتي قلنا هي مراحل بروفاز هاملك بروفاز ميتافاز انافاز وتيلوفاز دوكا نهضروا في كل مرحله واش يصرا اوكي دونك في البروفاز خاوتي اول حاجه يكون لاديان كوندونسي سافو دير لاديان خاوتي نلقاوه ملوي تما شوفوا هادي خاليه هادي النواه تاعها الادين داخل النواه في مرحله لابروفاز يكون ملوي يكون كوندونسي هادي حاجه الحاجه الثانيه اللي تصرى لي في البروفاز خاوتي ولازم تشدوها سي لا ديسباريسيون دو لونفلوب نوكليير تختفي بون عند لي زوكاريوت عند حقيقيات النواه بيان سور يختفي الغلاف النووي ياك الغلاف النووي ديسبارا هادي اهم شيء اللي يصرى لي في البروفاز نسوطيو دوكا للميتافاز صح دونك هنا خاوتي في الميتافاز مور ما ديسبارات لي لونفلوب نوكليير قال لك لي كروموزوم بون ما يشتبه لكم الكتيبه بيان جو سي بيان الوغ سيباراسيون دو شاك بران دي ان ايدنتيك لي كروموزوم فون سو بلاسي او ميليو دو لا سيلول ليكواتور
تسمى خاوتي في الميتافاز راح تتشكل لي اللوحة الاستوائية. كيفاش راح تتشكل اللوحة الاستوائية؟ الكروموزومات راح تروح لمنتصف الخلية. حبيت نفهمكم حاجة، شوفوا معايا دوكا، نعاودو نديرو شوية ملخص شباب. خير خير بيان، نبداو هكذا، نبداو منا ياك. دونك هنا عندنا البروفاس، هذه سي لا بروفاس. قلنا باللي لادين يكون كوندونسي يعني ملوي، وعندنا تاني حاجه لا ديسباريسيون دو لونفلوب نوكليير. سا فو دير هنا تكون كاينه انفلوب نوكليير، هذه راح تروح راح تديسبار، هذه بالنسبه للبروفاس. ميتافاز قلت لكم تتشكل اللوحه الاستوائيه. خاوتي وشنو هو الفرق بين الكروموزوم ولا ديان ولا لا كروماتين؟ تو سامبلومون الو خاوتي، الكروموزوم هو نفسه لا كروماتين يعني المعلومه الوراثيه ملويه على هيكل. صافي انا كي نقول لكم كروموزوم كي شغل خاوتي، لا ديان هو خيط طويل ابري في الانقسام لازم يشد بلاصه صغيره ما عندوش لي تسع بزاف باسكو الخليه راح تنقسم راهي في الديميناجمون. دونك خاوتي راح يتلوى على هيكل. كي شغل عندكم خيط طويل من بعد تحكموا كبه وتدوروه شتو يشد مساحه اقل. دونك سي كي نقول لكم كروموزوم هو لا ديان برك ملوي على هيكل معين، هي عباره عن بروتينات بيان سور صح. دوكا في الميتافاز خوتي اهم الاشياء اللي تصرا سي لونفلوب نوكليير ديسبارات. دونك راح تتشكل لي شغل مرحله استواء، شغل النص تاع الخليه، شغل الخليه يبان لي النص تاعها ياك، ويروحوا الكروموزومات للوسط سواسوا هكذا. اوكي دونك لي كروموزوم فون سو ديبلاسي او ميليو دو لا سيلول او اليكواتور يعني في النص. قال لك position de leur centromère sur l'équateur de la cellule. خاوتي كي نقول لكم سنتروميير من هنا وجاي، سنتروميير سي هادي يعني هاد المنطقه النص تاع الكروموزوم هنا ياك. تما شوفوا النص تاعهم راه سوا سوا في ليكواتور، راه سوا سوا في النص ياك. هادي حاجه. قال لك ثالث حاجه اللي تصرى بون مور ما يروحوا لي كروموزوم قلنا يتبتوا في الوسط تاع ليكواتور. وي كاينه حاجه ما عطيتها لكمش في الاول، هنا لازم تركزوا معايا شويه خاوتي. شوفوا معايا الخليه قبل ما تنقسم، فهمتكم مقبلات بلي ضاعف الادين. دونك الا كان عندي كروموزوم زرق راح يولي عندي كروموزوم زرق زياده، الا كان عندي كروموزوم احمر راح يولي عندي كروموزوم احمر زياده. دونك الخليه خاوتي كي تكون في الميتافاز اول حاجه اللي تصرى قبل ما يروحوا يتحدوا ويلصقوا في الوسط تاع الخليه يعني في ليكواتور، هنا راح يتسيباراو يعني الزوج اللي كيف كيف يتسيباراو. شوفوا معايا كيفاه. دونك زعما هنايا احمر، هنايا احمر، هنايا بلو، هنايا بلو، تسمى اللي يكونوا كيف كيف راح يبعدوا على بعضهم. ودوك تشوفوا علاش، باسكو راهم حاملين نفس المعلومه، شغل هذا هو نفسه برك الضاعف يا خير. تسمى باش ما ندوخكمش بزاف في الميتافاز اول حاجه اللي تكتبوها سيباراسيون دو دي كروموزوم ايدنتيك، تسمى الكروموزومات اللي يكونوا متماثلين يبعدوا على بعضهم. ثاني حاجه يروحوا ليكواتور يتبتوا في ليكواتور، والسنتروميير تاعهم يعني الوسط تاعهم سوا سوا يكون في ليكواتور. ثالث حاجة وآخر حاجة لاباريسيون دو فيسو ميتوتيك. تري بيان الو خاوتي، تشفاو كلمة المغزل اللالوني اللي يتشكل بفضل الجسيم المركزي، الجسيم اللي يكون في شكل حرف تي هو اللي يخدم لي المغزل اللالوني اكسيتيرا. دونك هنا راح يظهر لي القطب الاول والقطب الثاني تاع الخلية ويتشكل لي المغزل، والمغزل خاوتي يجو سوا سوا على لو سونتروميير، شوفوا يجو سوا سوا عليهم في الوسط. دونك هادو ما تلت عفايس اللي يصراو في لا ميتافاز. تري بيان نروحو دوكا لا نافاز. لا نافاز خاوتي ما فيهاش حاجه كبيره، الوغ لا نافاز ريتراكسيون دي ميكروتيبول دو فيسو ميتوتيك. سا فو دير كوا؟ سا فو دير هاي ليك لا سيلول هنايا خاوتي المغزل شغل كومسي شتو لاستيك تجبدوه
et ben المغزل راح كل قطب يجبد المغزل تاعو. Ça veut dire هما لي كروموزوم كانوا في الوسط ولاصقين في بعضهم اي تو دوكا هكذا راح يولوا هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص هنا نص نعاود الجمله ريتراكسيون دي ميكروتيبول وزالي ندير اميره دو وقتينا من جبتي لنا كلمه ميكروتيبول مقبله قلتي لنا برك اباريسيون دو فيسو ميتوتيك سي تو الوغ لو فيسو ميتوتيك المغزل اللالوني مشكل انطلاقا من لي ميكروتيبول هادي شفاو عليها لي ميكروتيبول هما سيتوسكيلات ما يهمش ما ندخلوش في لي ديتاي ليسونسييل كي نقول ريتراكسيون دي ميكروتيبول تسمى هادو هما الخيوط اللي شكلوا لي المغزل اللالوني يتجبدوا شوفوا فاش يتجبدوا الفوق دونك لي كروموزوم شغل كوم سي يتقسموا على زوج هادي اهم حاجه تصرا لي في الانافاز دوكا نروحوا لاخر مرحله اللي هي لا تيلوفاز الوغ لا تيلوفاز خاوتي صرا لي لا سيباراسيون فيزيك يعني خلاص ينفصلوا تاع الصح دي دو سيلول في اول حاجه لا سيباراسيون فيزيك دي دو سيلول في وثاني حاجه اللي تصرا خاوتي تو سامبلومون عندنا كل خليه راح تعاود تشكل الغلاف النووي تاعها دونك لا فورماسيون دو لونفلوب نوكليير دون شاك سيلول في Ça veut dire هادي راهي حامله الكروموزوم تاعها هادي راهي حامله الكروموزوم تاعها بون ما استعملتش نفس الالوان برك باسكو راني نكتب اون سول كولور دونك ليسونسييل لا سيباراسيون فيزيك دي دو سيلول في ابري ان اترونغلومون اترونغلومون ça veut dire شغل يتخنقوا كي شغل شوفوا خاوتي راك تشوفوا هاد الخليه ونخنقها هنا في الوسط واش راح يصرا راح تنقسم الى زوج ومن بعد لو ماتيريال جينيتيك ما يقعدش غير هكا كي تراما في الهيوله دونك كل سيلول راح تشكل الغلاف النووي تاعها تري بيان الوغ سي تو خاوتي واش يصرا بروفاز ميتافاز انافاز تيلوفاز هذا كامل واش يصرا في لاميتوز عندكم برك حاجه تشفاو عليها انه العدد الصبغي خاوتي يقعد نفسه معناها الى الام كانت عندها 3 كروموزومات البنت راح تكون عندها 3 كروموزومات الى الام كانت تنين نون مثلا يساوي 6 دونك البنت راح تكون تنين نون تساوي 6 يكونوا كيف كيف يعني البنتين باسكو راح تولي خليتين بنتين سي تو خاوتي بور لا ميتوز جيسبر كو سي كلير اون صوت دوكا ا لا ميوز تري بيان خاوتي دوكا نروحوا للميوز اي ميتوز ياك دونك كملنا مع لا ميتوز نروحوا للميوز الو خاوتي لا ميوز واش قلنا عليها نقسموا الورقه دونك اول حاجه قلنا عليها سي كو سي دو ديفيزيون هي عباره عن انقسامين يا خي قلنا لا بروميير الي ريدوكسيونيل اختزالي لا دوزيام ديفيزيون الي ايكواسيونيل انقسام متساوي وقلنا بلي نطلقوا من خليه واحده راح نتحصلوا في النهايه على شحال خاوتي على اربع خلايا بنات تري بيان بصح كاينه حاجه العدد الصبغي راح يختزل في لا ميوز ولا ميوز هي اللي تخلينا نتحصلوا على الامشاج تري بيان دونك خاوتي لا ميوز هذه لي دو ديفيزيون قلنا الاولى نسميها ريدوكسيونيل والدوزيام ايكواسيونيل هادو ما فيهم نفس المراحل كيما لا ميتوز سا فيدير لا ديفيزيون ريدوكسيونيل هذه من لهنا فيها بروفاز ميتافاز انافاز تيلوفاز لا ديفيزيون دوزيام ايكواسيونيل بون هنا الاولى هنا الثانيه لا ديفيزيون دوزيام تسمى من خليتين الى بنتين الى اربع خلايا نفس الشيء راح تكون في اربع مراحل بروفاز ميتافاز انافاز تيلوفاز برك باش نفصل بيناتهم باسكو هي انقسام واحد برك يكون في مرحلتين دونك كاسكو جو في فير لي كا راح نرقمهم يعني لا ديفيزيون الاولى ريدوكسيونيل بروفاز تاعها نسميها بروفاز 1 ميتافاز تاعها ميتافاز 1 انافاز تاعها انافاز 1 تيلوفاز تاعها تيلوفاز 1 بينما لا دوزيام بارتي لا دوزيام ديفيزيون ايكواسيونيل بروفاز تاعها بروفاز 2 ميتافاز تاعها ميتافاز 2 انافاز تاعها انافاز 2 تيلوفاز تاعها سي تيلوفاز 2 تري بيان دونك دوكا نهضروا شويه على المراحل تاعهم خاوتي مي بريفمون باسكو سي برسك لا ميم شوز ياك دونك نبداو بالمرحله الاولى اللي هي لا ديفيزيون ريدوكسيونيل تري بيان دونك لا ديفيزيون ريدوكسيونيل دونك اول حاجه عندها لا بروفاس 1
عندها ميتافاز 1 انا فاز 1 تيلو فاز 1 خاوتي نفس واش كنا نحكيو مقبلات نفس الشيء دونك بروفاز 1 راح يصرى لي لا بون يكون الاي دي ان مضاعف مقبل باش نتفاهموا هذه حاجه دونك سيباراسيون دو شاك كروموزوم ايدونتيك يعني الكروموزومات اللي يكونوا كيف كيف يبعدوا على بعضهم كيما فهمتكم في الاول حاجه دوزيام ديسباريسيون دو لونفلوب نوكليير يختفي الغلاف النووي حاجه الثالثه يكون الاي دي ان كوندنسي يعني كاع واش حكيت مقبلات الميتافاز 1 apparition de l'équateur يبان لي نصف تاع الخليه كيما حكيت مقبله apparition du faisceau mitotique يبدا يظهر لي المغزل اللوني ولي كروموزوم بيان سور يتودعوا في الاكواتور يعني لي كروموزوم يكون لو سنترومير تاعهم في الوسط اوكي دونك هذه حاجه هذا واش يصرى في لا ميتافاز 1 ومن بعد في الانافاز 1 نورمالمون اوتوماتيكمون راكم على بالكم اكسكوزي مو جو ديزاكتيف لي ميساج الوغ نكملوا خاوتي قلت لكم ميتافاز 1 تشكل لي اللوحه الاستوائيه يظهر لي المغزل اللوني الكروموزومات يكونوا في الوسط يعني في الاكواتور لا نافاز 1 خاوتي راكو على بالكم واش يصرى ريتراكسيون دي ميكروتيبول يعني كل جهه تاع لي ميكروتيبول راح تجبد الكروموزومات وبالتالي راح يتقسموا الى زوج ياك تيلوفاز اللي هي اخر مرحله اترونغلومون دو لا سيلول تخنق الخليه سيباراسيون فيزيك دي دو سيلول في الخليتين البنتين يتقسموا يتفصلوا على بعضهم apparition de l'enveloppe nucléaire dans chaque cellule في اوكي خاوتي عندكم كونديسيون انه العدد الصبغي راح ينقسم هذا ما كان اوكي دونك par exemple الى في الاول كان عندي 2n est égal à 4 يعني هنايا كانت عندي 2n est égal à 4 اما هنا خاوتي تولي n est égal à 2 يعني هذه تنقسم وهذه تنقسم يختزل عدد صبغي هذه رانا غير في الريدوكسيونيل مازال ما كملناش مع الايكواسيونيل نروحوا لا ديفيزيون دوزيام خاوتي ايكواسيونيل الوغ كيف كيف بروفاز 2 ميتافاز 2 انافاز 2 باردون هكايا باش تشوفوا خير تيلوفاز 2 تري بيان دونك خاوتي نفس الحكايه راح تتعاود بروفاز 2 دونك برك واش راح تصرى راح تصرى لهاد الخلايا يعني هادية راح تكمل تنقسم مي شوفوا عندكم برك عفسه جديده في البروفاز 2 انه هاد الخليه راهي تقسمت سي بون الى خليتين بنتين هادوما راح يكملوا يزيدوا ينقسموا كل وحده تنقسم الى 2 يولوا 4 خلايا في النهايه صح عندكم برك حاجه في البروفاز 2 لي سيلول فون كومون دير يفون غروسير يعني راح يسمانوا شويه في البروفاز 2 هذه العفسه اضافيه لي سيلول فون غروسير صح ومن بعد واش يصرى disparition de l'enveloppe nucléaire l'ADN يكون كوندنسي نفس الحكايه ياك ومن بعد في الميتافاز راكو على بالكم تشكل اللوحه الاستوائيه لي كروموزوم ايدونتيك فون اتر سيباري هذه حاجه واحده اخرى apparition du faisceau mitotique نفس واش كنا نحكيو خاوتي لانافاز 2 واش راح يصرى ريتراكسيون دي ميكروتيبول يعني كل خليه راح تجبد الكروموزومات من جهتها وبالتالي ينقسموا تيلوفاز 2 اترونغلومون دو لا سيلول لا سيلول تتخنق باردون وتنقسم الى خليتين هذه بالنسبه لوحده فيهم في زوج راح يولوا تما 4 فوالا خاوتي سي تو عندكم برك حاجه توجور العدد الصبغي ينقسم دونك هذه الا كانت ان تساوي 2 يعني يماهم هذه كانت ان تساوي 2 وهذه كانت ان تساوي 2 دونك هذه تولي ان تساوي 1 ان تساوي 1 ان تساوي 1